السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسلام. احنا النهاردة هنعمل فيديو عن ابرة النفاش، ازاي بنلضم الابرة بتاعتنا وازاي بنشتغل، وبعرفك ادق التفاصيل وادق الاسرار. طبعا دي اول حصة معنا، احنا اشتغلنا في البث المباشر وانا حبيت ان انا اعمل فيديو برضو سريع. هي الابرة بتبقى ده شكلها وليها غيارين معاه مقاسات مختلفة. مقاس حجمه تخين، خدي بالك الإبرة ده بيبقى شكلها اهي ماشي، ومقاس حجمه رفيع، وده المقاس الوسط. بشتغل ازاي؟ بفك دي وافك الصاموله دي واطلع الخيط الابره بتاعتي. طيب عايزاكي تركزي معايا في الخطوه دي، ضروريه جدا. انا لازم الابره بتاعتي تكون ثابته كويس، شايفه؟ لازم تكون ثابته، ما ينفعش تبقى متحركه. هفك الابره، بصي تك اهي تتشق حاجه، احط اللي بعدها ايا كان المقاس اللي انا هستخدمه على حسب الخيط. بصي انا بحطها اهو وبعمل التكه ناحية الشمال، يبقى انا فكها ناحية اليمين اجي اربطها ناحية الشمال تاني اهي. شايفة انت المجرتين دول؟ احنا بنحطها بالشكل ده كده تثبت اهي، ثابتة اهي كده بفكها. الابرة السن الرفيع دي هينفع معاها الخيط الكتنبر، ليه؟ هينفع معاها الخيط الحرير، حابة اوريهولكوا برضو ان شاء الله. احنا حاليا هنستخدم الإبرة الوسط، الإبرة الوسط، وده اللي هيمشي مع جميع الإبر. حاولي تخلي الجزء اللي هو ممسوح ده، الجزء اللي هو ممسوح قصاد الصامولة. هقولك ده ليه لما نيجي نشتغل. حاولي على قد ما تقدري يعني، فكي كده وظبطي على قد ما تقدري تعمليها دي قصاد دي. هاجي ادخل الابره بتاعتي في عندك حته معدن، دي بدخل فيها الجزء المدرج بالشكل ده بالراحه خالص بالشكل ده، وايه واعمله جامد. هجيب اللضامة بتاعتي هدخلها اول مرة، احنا بصي عندنا مكان اهو فتحة اهي، وعندنا فتحة تانية من ورا، لازم ندخل الخيط بتاعنا مرة من هنا ومرة من هنا. اول مرة معانا اهي بندخل اللضامة اهي بالراحة، وخدي بالك وركزي، لازم تحطي دي، لازم تحطي دي قبل ما تسحبي الخيط. تمام تمام. طيب تعالي اعرفك هنستخدم خيط المالونيه ده ازاي. بجيبه زي ما هو كده، طبعا احنا ممكن الغيار الوسط نستخدم معاه او الابره الوسط نستخدم معاه الخيط اليزا ديفا قطن، السمك بتاعه رفيع اهو، ممكن نستخدمه. هفك الخيط المالوني ازاي؟ ايا كان اللون اللي انت هتستخدميه، ايا كان النوع، مش فارقه معايا خالص، بفكها كده ماشي، وهجيب الخيط وافكه كله حوالين مني كده، لازم هفكه كله حوالين مني بالراحه كده عشان ما يكعبلش، وافضل شغال لحد ما افكه خالص. ما عنديش اطفال هسيبه زي ما هو كده، عندي اطفال هضطر ان انا هعمل كوره صغيره على ايدي كده زي ما بنعمل اي كوره احنا بنعملها بالخيط ماشي. تمام كده، مش هنعمل كل الخيط، هنعمل جزء منه، هنعمل جزء من الخيط بالشكل ده كده. طب ليه؟ علشان الخيط ياخد براح معايا وانا شغالة، ياخد معايا براح وانا شغالة. لو ما خدش براح الخيط ده وانا شغالة بالإبرة في القماشة، هتلاقي الخيط بيفك مني، ودي ممكن مشكلة تواجهك قوي وانت شغال.
احنا مش عايزين ده. ماشي ادي كده احنا لفيناها. انا هجيب خيط لونه اغمق. سايبه بصي البراح بتاعي خيط قد ايه كتير قد ايه شايفاه. بدخل الخيط بالراحة خالص في قلب اللضة، بفتحها بالراحة مفتوحة معايا تمام، مش مفتوحة معايا بمسكها كده بالراحة وادخل الخيط بتاعي واسحب بالشكل. يبقى دي اول خطوة في اللضم بتاع الابرة، مش هي الخطوة الاساسية. باجي عند الفتحة اللي ورا دي، هي الفتحة اللي ورا شايفاها، بدخل فيها الابرة بتاعتي اهي اللضام واسحب الخيط. طب انا اعرف منين ان الخيط ده مناسب؟ هوريكي حالا، هعرفك ازاي الخيط ده مناسب للابرة. في لازم يبقى نوع الخيط مناسب للابرة، ما ينفعش استخدم خيط اتخن من سمك الابرة وما ينفعش استخدم خيط ارفع من سمك الابرة. انا كده حطيت الخيط في اللضامة وهبتدي اسحب. يبقى دي تاني خطوة معي. يبقى اول خطوة معانا بركب الابرة اللي انا عايزاها واتك عليها كويس عشان تخش في المجرى بتاعتي. تاني حاجة لما بدخل اللضامة بتاعتي وهي هنا لازم ادخل الجزء ده فيها، مهم جدا عشان الخيط بتاعي ما يتحركش. تالت حاجة ان انا عندي فتحتين، فتحة اهي فتحة اهي، الخيط بيخش من الجميع من جوه اللي هي اللي بتوصلني من هنا، وبعدين فتحة تانية في الجنب اهي. طيب انا اعرف منين بقى ان الخيط ده مناسب لنوع الابرة دي؟ لو لقيت الخيط واخد راحته، بصي واخد راحته يبقى نوع الخيط ده تمام. لقيتي وانتي شغالة بتشدي كده جامد ومش شغال معاكي، يبقى في مشكلة في الخيط. الخيط سمكه اتخن من الابرة، فتجيبي الابرة اللي بعدها. لا ده ماشية معايا وسريعة جدا، مش زي ما انت ماشية كده، لا ده اسرع. يبقى الخيط ارفع من السمك ده، في حضرتك هتجيبي الغيار الارفع. تمام كده، تمام كده. الحصة الجاية ان شاء الله تكون حضرتك لضمتي الابرة بتاعتك، وهنبتدي اعرفك تشد الخيط ازاي على القماشة، ونعمل اول غرزة ونعمل اول حاجة. اشوفك على خير، مع السلامة.